طبعا الجفاف والتصحر أصاب الأراضي الزراعية والأراضي في إقليم كردستان، أيضا محافظة دهوك والسليمانية وأربيل، لكن لحسن الحظ الأعوام السابقة لقد عانينا من مشكلة الجفاف، لكن الحمد لله لقد كانت هناك نسبة جيدة لهطول الأمطار وقد أنقذ الوضع. طبعا هذا نستطيع أن نقول بشكل وقتي، يجب أن يكون هناك خطة استراتيجية وأن يكون هناك تنسيق كامل وتام ما بين إقليم كردستان مع المركز لمعالجة هذه الأزمة وتجاوزها، لأنه أيضا في محافظات الإقليم أيضا عانت من مشكلة وأزمة المياه والجفاف. طبعا يجب أن يكون هناك تعاون بشكل كامل مع كل المؤسسات وما بين كل المؤسسات في الإقليم مع المركز، لأنه هناك خطورة حقيقية. يجب وضع خطة استراتيجية أخي للمستقبل لنتجاوز هذه المشاكل وعدم تكرارها. الوقاية خير من العلاج. لماذا تحدث لدينا هذه المشاكل؟ يعني لماذا لم يكن هناك خطط سابقة واستراتيجية لنتجاوز هذه المحن والمشاكل؟ أخي العزيز، هناك مشكلة حقيقية لدينا طيب وحقيقية نواجهها، هي مشكلة التلوث وشحة المياه والجفاف والتصحر. هذه مشكلة يجب أن يكون هناك تعاون ما بين كل المؤسسات والوزارات لكي نعبر هذه المشاكل ونتجاوزها. هناك خطورة على الاستقرار الاقتصادي والأمني والغذائي والمائي في البلد. يجب أن يكون هناك مواجهة حقيقية ويكون هناك اتفاقيات ملزمة للدول الجوار أن تكون متعاونة مع العراق لكي يستطيع أن يعيد النبض والحياة للزراعة، المشكلة يعني نعم أكثر قطاع قد كان هناك عليه تأثير هو القطاع الزراعي والثروة الحيوانية، وأيضا هناك خطورة على البيئة. هذه مشكلة حقيقية يجب المشكلة أن سيد النائب، نواجهها، ويجب أن يكون هناك تعاون من قبل الدول الجوار المشكلة أنه أيضا. أدوات ضغط على تركيا وإيران ما موجودة عند العراق، وتعرفين حضرتك يعني هي أزمة المياه أزمة عالمية.